شقرا يا قريم يا ابن القرمة. والله انت فعلا قريمي ابن قرمه. عاجبك كده؟ عاجبني ايه يا مستر؟ ما انت اللي بوظت الدنيا ومشيت عبقرين. ده عبقرين ده اللي مشي الكافيه بخلطه الكرم السحريه اللي بيعملها. ولا يهمك منه. تعالى اقول لك على حاجه بقى مهمه جدا. ايه يا مستر؟ انا عايز اطفش الواد ده اصلا. ايه ده؟ الواد ده عايز فلوس كتيره على الفاضي. لكن انا بقى عملت ايه؟ عارف الواد فطوطه المجنون؟ اه. خليته يقف جنبه بقى عشان يتعلم منه بيعمل خلطه الكرم ازاي ويتعلمها ويعملها لنا. ايه ده؟ فطوطه المجنون عارف خلطه الكرم؟ ايوه ده يعني ده اللي عاقل اللي عارف الخلطه. يعني ده طبيعي يعني؟ لازم تجيب مجنون تجيب له مجنون زيه عشان يتعلم منه. ماشي يا مستر. ماشي ده بقى بس الواد فطوطه بقى ده بتاعنا. اه. بحبه زيك بالظبط. الله يخليك ده ننده بقى ده فطوطه هنا من الفجر. شوفوا بقى ايه عامل لنا ايه النهارده. ماشي ماشي. يا فطوطه ولد يا فطوطه. يا حبيبي يا فطوطة يا بحبك. امشي يالا. يا فطوطة. فطوطة. يا حبيبي. فطوطة. يا فطوطة حبيبي. فطوطة. يا عليا يالا. يا فطفيتو. يا زحلب. يا حبيبي. فطوطة دلوقتي في كافيه بافيلو انت دلوقتي اهم واحد. اكيد لما قلت لك اقف عشان تتعلم تركيبة الكرم اللي بيعملها عبقرينو انت اتعلمتها. اكيد التركيبه لما انا اوقفك جنب التركيب. فطوطه يا فطوطه التركيبه يا حبيبي التركيبه اللي احنا بنعملها عشان ناخد تبس من الناس اللي انا خليتك انت اتعلمتها صح؟ اه ولا ما اتعلمتهاش؟ ولا لا استنى ايوه فاهم. التركيبه اللي انا قلت لك اقف جنب عبقرينو وهو بيعمل شويه حاجات انت اتعلمتها صح؟ اه ولا ما اتعلمتهاش؟ ولا بقول لك ايه افهمني كويس التركيبه انت اتعلمتها صح؟ اه ولا اسكت اسكت انت اسكت ما تقولوش حاجه. حاضر. سيبهولي حاض متخلف. ايوه ماشي مش انت بتقول له. ماشي انت حمار. ماشي يا مستر خلاص. عبقر فطوطه يا فطوطه عايز يبقى معاك فلوس كتيره قوي وتبقى غني جدا 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 يبقى انت اكيد اتعلمت التركيبه اللي خليتك تقف جنب عبقرينو عشان تتعلمها وتشوف المقادير صح؟ صح. ولا بتسكت خالص؟ ما تتنايل اسكت مش عارف اتكلم معاه. فيها ده انت بس يا يلا يا فطوط عايز ايه مني؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز الياد يا فطوطه والله انا فرحان بيك جدا أكن أنت وقفت جنب عبقرينه وعرفت منه سر الخلطة بتاعت الكرم. ده أنا عرفت التركيبة بتتعمل إزاي وزبطت لكم تركيبة هتاكلوا سوا وبيعكم وراها. يا حبيبي يا فطوطة. أيوه بقول لك إيه التركيبة دي مهمة جدا عشان الناس تدينا تبس بزيادة. طبعا دي مش هتبقى تركيبة الكرم بس ده هتبقى تركيبة كرم جابر. وهنلبس ميدالية ونروح اولمبيات بكين وننزل في البسين ونلعب بالبكيني وننزل في البسيني ونلعب. يا سلام. ايوه يا زمامورة. يا فتوتة. ايوه بص بقى انا نفسي اعرف منك التركيبه عشان لو انت غبت او تعبت في يوم كده يعني سهله وبسيطه. ايوه حاجه بسيطه سهله. تجيب بضايه مسلوقه تقسمها نصين النص الاولاني فيه البياض تعمل فيه ايه؟ ايه؟ ترميه. اه تمام. النص الثاني فيه الصفار تعمل ايه؟ ايه احذفه. سلام عليكم.
عليك. كنت على سلام عليكم. ايه انت بتشتغلني؟ دي مش التركيبه. ده سر يا سموره، لو قلت لك عليه يشنقوني. ماشي خلاص ماشي، هسيبك يا عم وهسيب لك السر. يلا اتفقنا. يلا على البركه. يلا يلا شوف لك حته ناشفه اقعد فيها. ماشي. يلا اتكل على الله. ماشي يا حبيبي. باي باي باي. يلا اللي بعده. فطوطه. ايوه فطوطه. جاهز بالتراكيب؟ ده انا عامل لك تركيبه جديده ما حصلتش. تركيبه جديده يا لعيب؟ عملت ايه؟ تركيبه اللي ياخد منها شفطه يقول الحق على طول. طب كويس. ثواني واحده. ثواني واحده. يا فطوطه هي دي التركيبه؟ اللي ياخد منها شفطه يقول الحق. هنسيبها هنا عشان ما حدش يلعب فيها. ماشي. والتركيبه دي بقى اقول لك عايزين نجربها. نجربها في مين؟ في سموره. سموره بيحبني كده كده هيقول الحق. احنا نجربها في الواد الزبال اللي شغال هنا اللي بيكرهني. نجربها فيه. نجربها. اه لكن سموره بقى مش هينفع. سموره انه كده كده ايه بيحبني جدا. أصلاً. انت ما تعرفش بيحبني قد بيحبني زيك بالظبط. سبحان الله. سبحان الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ده شرب من المسحور. مش مشكله، ما كده كده بيحبني. مش انت كده كده بتحبني؟ بحبك ايه يا راجل يهطل. انا بيضحك اهو بيهزر اهو. والله ما بهزر، ده بص وشي مكسر. ده انت راجل مقرف وانا ما بطيقكش. يا راجل انت. انا مقرف؟ ايوه يا راجل. ده انت وجلده وبخيل. انا بخيل يا سمير؟ ما انا ده اللي بحبك يالا. ده انت الجنيه يطلع من جيبك ينط في الجيب التاني. انا الجنيه يطلع من جيبي ينط في الجنيه التاني؟ ده انت نتنياهو. انا قذري قذاره زي علب الزباله كده. فطوطه هو كده كده. سموره خد اشرب وانسى. اشرب وانسى. بلبع. حلوه قوي. انا بكرهني. انا انسان قذر. انا بخيل. بس اهم حاجه اللي احنا بنحب بعض. طبعا. وطالما بنحب بعض هنفضل على طول مع بعض. صح صح. ولا ايه ده؟ ايه جبنا ده؟ ايه ده؟ عايز ايه فطوطه؟ ولا سربته. اتسرب انت بقى. ايوه حبيب. هروح انا اشوف الزعبله فين. كل ما الزن يقول زعبله. لا حول ولا قوه الا بالله. بتعيط ليه يا حبيب؟ مراتي بتخوني تاني. يا الست دي ما بترحمش. رحت الشقه قفشتها مع السباك. هي مش كانت اول امبارح مع النجار؟ وقلنا معلش هتلاقي الراجل بيركب السرير. دلوقتي هنقول ايه على السباك؟ بيشد السيفون. انا مش عارف ايه حبها في المهن الحره. يلا معلش ما تحطش في دماغك يا فطوطة. ايه ده؟ هو ماله الولد ده؟ مراته بتخونه كالعاده. زعلان؟ اه. ده انا معايا تركيبه هتخليك مبسوط تنسى اي حاجه. مراته بتخوننا يا فطوطة. ايش يا رب؟ مراتي بتخني. والله رحت قفشتها مع السباك. انت عارف مين السباك؟ مين؟ انا. وعارف مين النجار؟ مين؟ انا. ما كنتش بسرلح السرير على فكره. ده انتوا فاتحين عضويه بقى. يا لهوي، ده انت المدام مهلبيه. بس انت مش فاهم. انا مش متجوز اساسا. ربنا يخليها لنا. ولا ايه يا زعبلة؟ ولا ايه؟ عامل ايه؟ زعبلة. افهم بقى، انت كل ما تزلق تقول زعبلة. ولا هو مين؟ اخوك مسعد ان شاء الله. اهلا. وانت في ايه؟ انت مش اسمك سمورة؟ اه. خلاص مالكش فيه بالباقي. طالما اسم مش بناديكي صح؟ بتناديني انا صح وناسي باقي الاسامي. المهم احفظ الاسامي مرة. كله في البتنجان. يلا نغني يا عم ونفرح ونتبسط. سيبك من الحزن ده. افرح وانبسط. ايوه يلا. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. يلا هغني لكم اغنيه بقى راب. يلا ماشي. اسمعني يا رب اتكلم مين. هي انا ملك الارض العظيم والدنيا دي ليا كلها من شرقها لغربها، لكن عندي المية وعندي الهوى. ايه؟ عندي امتحان بكرة يا لا. عندي منا وعندي حسام، وفي السكة جاي لي هشام. عندي
الكحة عندي زكام وهاخد كونجستال وانا انا طعم البلد صبر والغربة ليل بهتان يا هاني يا محمود إياك تكون حمدان لو طالت المسافات أنا عندي عربية مسات وهروح العين السخنة وأروح عني بالذات يا هاني يا محمود إياك تكون ده أنا بشتغله عشان يخش يا روما يا جماعة انتوا قافلين الكافيه ليه؟ النور منور زبون اهو هروح اشقطه بسرعه افتح للزبون بسرعه اتفضل يا استاذ اتفضل اوعى يا قافلين الكافيه ليه في حد يقفل الكافيه يا جدعان صباح الفل يا فندم صباح النور يا عم قافلين ليه على الصبح مفيش بس الولد ده كان والدته تعبانه بس ففتحنا متاخر لا ما الكلام ده بقى في البيت مش في الشغل اسفين يا فندم احنا خدامين الجزم يا فندم ده ما والله فعلا احنا خدامين كل الجزم طب هو ده مدح ولا شتيمه افهم بس وارد ده مدح بس مدح. جديد لسه نازل ماشي 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 يا فندم حضرتك تشرب ايه اشرب لا شويه كده انت من الناس اللي بيقولوا شويه وبيفلقوا دول عارف كنتوا خدامين الجزم يا فندم ايه الناس دي في ايه الو الو يا خالد إيه انت سامعني ايوه سامعك يا عم بقول لك انا قدام كافيه مكتوب عليه بافلو كافيه بافلو ايوه بيو فلو خش يا خالد خش يعني خش. هو ده ما تقول لي خش بدل ما نضيع رصيدي على الفاضي ايه يا عم جاي تقابلني في كافيه يا عم ايه المشكله ده وعمال اكلمك ما بتردش عليا ما انا رديت في الاخر عايز ايه رديت ايه ده ايه الموبايل ده شفت الموبايل ده حلو قوي بص تعمل كده تيجي صوره تعمل كده تيجي صوره ثانيه تعمل كده تيجي صوره تعمل كده صوره بص ده جبته منين ده كسبته في كيس شيبسي يا عم بقول لك ايه انا يلا نمشي يلا نمشي لا نمشي فين يا عم بص الكافيه حلو والله يا عم بلاش الكافيهات دي اسعارها غاليه وانا ماليش في الدفع مفيش الكلام ده هنقعد هنا مش الكافيهات دي اللي بيجي واحد ببدله بقول لك تشرب ايه اول ما تقعد بس اذا كان هو لابس بدله الحساب هيبقى كام لا بلاش اسمع يا عم اسمع مني انت هنا كافيه رخيص قشطه تعال نروح قهوه عم زقله المشاريب برايقه لا مفيش زقله هنقعد يا عم هنا. اخر مره قعدت في كافيه الراجل جاب لي المنيو طب عدينا بافيلو وعديناها ايه المنو ده يا عم اللي هو بيبقى صفحه ابيض واسود اللي هو احنا بنقعد نلون ده انا لقيت رسمه عجبتني قلت له هات لي دي طلعت بيتزا قلت له بكام البيتزا دي قال لي ب 30 جنيه وانا بقى تنك قوي برنس. قلت له هات لي البيتزا دي قال لي اجيبها لك فاست كرافس قلت له يا ريت ولو في بقدونس حط مع الكرافس المهم استمتع وانا باكل بص مش مهم الفلوس المهم تتكيف قال لي تحب حضرتك اجيبها لك اطراف سوسيس قلت له هات ان شاء الله اطراف صناعيه بقول له كام الحساب قال لي 300 جنيه شفت ملاش. شفت بكام ب 30 جنيه حط لي شويه هبل بقت 300 لا ما احنا هنا مش هنحط حاجه بقى احنا هنا نطلب حاجه احنا هنا نطلب شاي شاي حلو الشاي رخيص ده رخيص حاجه احنا هنا كده بس نطلبه فتله كده سعره هيزيد لا مش هيزيد ولا حاجه افهم بقى انت مش فاهم الموضوع احنا هنشرب الشاي بعد ما نشرب الشاي ناخد الفتله نعمل لك وشك نروق لك الموضوع حلو ده انت اقتصادي قوي امال ايه يلا بينا ونحط على الشاي بقى ايه نعناع ماشي وقرنفل انا حاسس ان حادثه البيتزا هتتكرر هو قاعد يقول لي زيك هروقك واحط لك عليه الحاجات الغريبه دي ما تقلقش يا ابني لا مفيش الكلام بص انا عندي فكره احسن
احنا الراجل ده يجي السنتيح ده اللي هو الرخم اللي بيقول لك تشربوا ايه، اول ما يجي يقول لنا كده اقول له يا ابني انت مجنون مش شايفنا مش فاضيين وبتاع، غور في 60 داهيه فيغور، واقول له عدي علينا بكره بكره كتير، عدي عليه كمان ساعه ماشي. بس احنا نستنى اي حد يعبرنا بقى ان شاء الله حد يجي. صباح الخير يا فندم. بس الرخم جه صباح الزفت عليك. تشرب ايه حضرتك يا فندم؟ ايه ده لازم اشرب يعني؟ انا لسه جاي يا ابني انت مجنون. احنا في عشاء عمل. عشاء عمل ايه ده؟ احنا الساعه 11 الصبح. 11 الصبح احنا مطبقين هنتعشى دلوقتي وننام. طب يعني حضرتك تطلب ايه؟ ما ينفعش والله تقعد من غير ما تطلب. ده رخم بجد. انا اطلب يعني اطلب المسؤول يا بيه. ليه حضرتك مسؤول؟ ده انا لسه ما استفتحتش والله. هم بيزعقوا له هات المسؤول. ده بيخاف. اروح هات المسؤول يلا يا فندم. ظلم والله العظيم. ليه مسؤول ما عملتش حاجه؟ ده بقول حضرتك تصعب عليا. صعب عليا خلاص عايز ايه حضرتك؟ تطلب ايه؟ ما يا ابني طلبت المسؤول. بص هات لي واحد مسؤول. وانا كمان عايز المسؤول. يبقى خليهم اتنين مسؤول وهات شاليمو معاه. شاليمو واحد. انا هشرب من المسؤول على طول. ده مجانين دول ولا ايه؟ يا رب الاقي مسؤول ساعة في التلاجة. عموما احنا خدامين الجزم يا فندم. شكرا. شوف 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 الراجل رحب بيا ازاي. لا واحترمنا. شاف شكلي قال لي الجزم. بص الحمد لله بنورك في كل مكان. تعال نقعد على الاريكة. يلا تعال. يلا يا انت بقى جايبني الكافيه. اتخانقت مع مدير الشركه وجيت جايبني الكافيه ده ليه؟ حوار جامد بقى. خير حوار؟ انت مش فاهم الحوار جامد قد ايه. اتفرح. عارف الاكونت اللي انا عامله على الفيسبوك؟ اللي هو حلاوه بزياده. حلاوه بزياده. هو ده. بكلم واحده من عليه. فورتيكا بقى. بجد والله فورتيكا. حاطه صورها بقى والجو. اوعى. لا مش حاطه صورها. يبقى سيبها. لا اسمع مني، انا خبره في الفيس. ليه يا ابني؟ قعدت اكلم واحده 3 سنين وصور وهم قابلتها طلعت اوحش مني. مفيش الكلام ده. مفيش اوحش منك يا صاحبي. والله في يا عم. دي بقول لك شايله 3 سنان وحوله مكتوب هنا كافر. يا عم وحش اسمع مني والله. شكلها مريب. بص انت طب هي اسمها ايه؟ اسمها كان اسمها الاكونت بتاعها اسمه ايه؟ قشطه بالعسل. اسمه قشطه بالعسل؟ ايوه. بس انت حلاوه وهي قشطه هتتقابلوا فين؟ في المالكي. يا ابن اللعيبه بقول لك إيه؟ طب هي هتيجي هتعرفها ازاي؟ هتخش هتلاقيني قاعد تقول لي بقى انت حلاوه. انا اقول لها انت قشطه تقول لي بس. حلو قوي. طب وانت جايبني معاك بقى ليه ان شاء الله؟ ما خليك معايا عشان انا بتكسف وحط امك. يا ابني بتتكسف؟ انت مش متجوز؟ متجوز بس بتكسف. يعني انت مخلفتش عيال؟ مخلفتش. لا مخلفتش. ما انا متجوز بنت عم. ايوه ايه العلاقه يعني؟ ما اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال وانا بتكسف. طب ما تطلقها يمكن تاخدوا على بعض شويه. والله فكرت بس ما قدرتش. يعني انت جايب معاك الواد الشقي يظبط لك الدنيا؟ بالظبط. خليك معايا وانا حاط امك بكس. افهم بقى لو جت شافتنا جنب بعض مش هتلغيك. انا اقعد لوحدي وانت لوحدك اكننا ما نعرفش بعض. ماشي. انا هعمل باشا هناك. بص ماشي. الباشوات بص الباشا. بص بدله من زارة دي وده حبل سناره جايبه معاك. بص احنا ما نعرفش بعض خالص. اقعد بس تعرفنيش. صدق الواد ليه حق يدخل يقول لنا احنا خدامين الجزم. يا عم تشابه جزم مفيش حاجه. بقول لك بص بقى احنا ما نعرفش بعض. اختبرك. يلا ماشي. يلا اختبرك لو سمحت. يا ايوه يا خالي دي يا ابني ما نعرفش بعض. انا خالص يلا ماشي. لو سمحت يا ايوه. هي الساعه كام؟ انت متاخر يا خالد ولا ايه؟ خليك معايا. يلا انت غبي. بص اقول لك لو سمحت ما تردش عليا. خلاص بس بص الناحيه الثانيه وصفر. صفر. قول لي لو سمحت. لو سمحت مش هرد عليك. بس صفر. يلا اوف بقى يا ربي اوف. ايه ده ساعه عشان اركن؟ مش معقول. دي قشطه عشان اركن؟ مش معقول. يا رب بس ما يتاخرش. دي قشطه قوي. ايوه يلا لغيها. يلا لغيها. ايه لغيها ازاي يا عم؟ ازاي؟ اقول اي حاجه بس. لطيفه قوي افندم. لا مفيش حاجه. ده انا بقول اي كلام ما تاخديش في بالك. دوري. يلا هي قالت لك اهي. قالت لي دون وري. ايوه هي المفروض تقول لك ايه؟ تقول لي انا حلاوه. المفروض تقول لك ان هي قشطه وانت حلاوه. أيوة. هي قالت لك دون وري ده نوع القشطه. قوم انت قول لها رشيد الميزان. افهم بقى الغاز دي انا فاهمها. قوم بس ده انتوا مش اشقيه ليه يا جدعان؟ يا عم ما تضيعش الفورتيكه مننا. قوم بس قول لها رشيد الميزان ابو نص جنيه. قوم. لا يا عم لا بكس. طب قول لها علبه. قول اي حاجه يا عم. مكسوف انا. عايز تلغيها؟ أيوة. مش انت حلاوه وهي قشطه؟ هات سندوتش وافتحه. لا ما تيجي. يا عم لا طب بص هي واخده بالها ان احنا كده نعرف بعض. احنا ما نعرفش بعض. احنا ما نعرفش بعض. بس بص هناك ما نعرفش بعض خالص. صفر.
ايه ده انتوا قاعدين بعيد عن بعض ليه يا جدعان؟ ده انتوا حبايب. طب عليا الطلاق ما همشي غير لما تحضنوا بعض. هي كبرت في مخك بس اسكت بقى. ايه يا فندم في ايه؟ احنا ما نعرفش بعض. ما تعرفوش ايه ده؟ انت اول ما دخلت خدتوا بعض حضن مطران. ما فيش الكلام دي معرفه سطحيه كده يا ابني. وطي صوتك وطي صوتك ما تفضحناش. وطي صوتك ايه يا فندم؟ والله تعرفوا. عموما احنا خدامين الجزم يا فندم. ربنا يخليك الف شكر. ثانيه واحده اشوف الانسه. الله انتوا مش كنتوا قاعدين جنب بعض هنا من شويه؟ سبتوا بعض ليه؟ عشان الموزه. بس بلا موزه بلا بتاع. ما تقولوا الحقيقه يا كذابين. يا كذابين مش عايزين تقولوا الحق ابدا. ما نعرفش بعض. صباح الخير يا فندم. صباح النور. لا ارمي المنيو ده كذب كله، ما عندناش الحاجات دي. ارمي المنيو واطلبي حضرتك يا فندم. طب عايز اي عصير فريش بعد اذنك. عصير فريش؟ ده انت جيتي في ملعبنا بقى، ده احنا بتوع العصير الفريش. سلام يا فندم. لو سمحت. أيوه؟ المناديل دي بردت، يا ريت تجيب لي واحده ثانيه. عايز امسح صدري بس. يلا اتفضل يا بيه. خدامين الجزم يا فندم. ما خلاص يا عم الشراب عرفنا. يلا بقى قوم قوم. يلا يلا. طب انا هخش الحمام وانت لغيها انت. يعني انت جايبني انا اللي اظبطها؟ مش عارف. مش خلاص روح. وانا قلبي مش جايبني. يلا انا هتصرف. مش ازاي انت اللي شقي وانا مش شقي. يلا يلا روح بس. انتوا مش كنتوا قاعدين جنب بعض من شويه؟ امشي بقى. خدامين البهايم يا فندم. البهايم دي لايقه عليك انت قوي. بس بس هو ما فيش شقي غيري هنا ولا ايه؟ ارجع لايام الشقاوه. الو ايه مفيش شبكه؟ طب استنى كده اشوف في شبكه هناك. استنى هنا ما برضو مفيش شبكه. هنا في شبكه. دي شبكه قشطه قوي. لا انا شبكتي حلاوه. يا رب تفهم البهيمه دي. لا طب اقفل بقى عشان هنلزق في بعض كده. سلام سلام استاذ حلاوه. بعد نسى قشطه ثانيه واحده. اتفضلي. ممكن بس اطلب من حضرتك طلب صغير؟ نتقابل هنا ولا نتقابل بره ولا ايه؟ نمسك ايد على طول ولا ايه؟ لا مش كده خالص. بس بعد اذنك لما تيجي تتكلم في التليفون بعد كده تبقى توطي صوتك، يعني مش لازم الكافيه كله بقى يسمع جو قشطه وحلاوه وجو البقاله واللطافه ده. لا انت مش فاهمه. انا حلاوه الفيسبوك. انت بتعاكس تاني؟ مش بعاكس. انت مش فاهمه يا قشطه. احترم نفسك يا عم الامور. لا امور هتشتمي هشتم. عارفه ان انا مش امور. غلط في اللسان مفيش اسهل منه. طب انا بقى هوريك قله الادب يا حبيبي. وريني. يا شيرين يا شيرين. في ايه يا حبيبتي؟ البقف ده بيعاكسني. انت بتعاكس خطيبتي. دوبلاج ده صح؟ دوبلاج اللي هو صوت يركب على جسم غريب. دوبلاج. لا صوت بجد والله. طب حضرتك عايز مني ايه؟ انت بتعاكس خطيبتي. لا والله انا ما عاكستش خطيبتك. انا عاكست الانسه اللي قاعده هناك دي. بس ما دي خطيبتي. في ايه يا استاذ؟ لا ابص بقى، انت شكل الجسم غرك. لو انت بتروح الجيم وبتضرب باودر، انا بروح الجيم وبضرب بيكنج باودر. طب يلا كيكه. كيكه اجيب لك حته من الحرف الناشف. امشي يا ده انت قاعد من هنا. شوف شوف ليه يا ربي هرجع للشقاوة. ما ضربتش حد من زمان ليه يا ربي؟ مش عايز افتري. انت اللي جبت